ولمزيد من المتابعة والتفصيل تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. دانا، ما الجديد لديك حول هذه التطورات؟ أبدأ في الأخبار العاجلة. والقناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر في مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تؤكد أن بنيامين نتنياهو هو وزوجته سارة لم يكونوا متواجدين في المنزل صبيحة هذا اليوم، في الوقت الذي كانت قد وجهت مسيرة من قبل جنوب لبنان نحو قيصاريا، خاصة لأن بعض تقارير وسائل إعلام عربية وإسرائيلية تحدثت بأن المنزل المستهدف هو منزل بنيامين نتنياهو الشخصي في قيصاريا، وكان هنالك رفض من قبل مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية للتعليق على هذا الموضوع. إذا ما كان هنالك أصلا يتواجد بنيامين نتنياهو أو غير متواجد، الآن القناة 12 الإسرائيلية تنقل عن مصدر مسؤول في داخل رئاسة الوزراء الإسرائيلية القول والتأكيد بأن نتنياهو وزوجته لم يكونوا متواجدين في المنزل، وأن يعني لا حديث أكثر ولا تفاصيل أكثر حول إصابات أو عدم وجود إصابات، أو أن المنزل المستهدف أصلا هو منزل بنيامين نتنياهو كما أشارت بعض وسائل الإعلام. ولكن هنالك كانت صحيفة دعوت أحرنوت الإسرائيلية قد قالت بأن هنالك بعض التقارير والمؤشرات التي تدلل على أن الاستهداف كان موجه أو أن هذه المسيرة كانت موجهة نحو منزل بنيامين نتنياهو، وهذا ما أكدته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية. وحتى يدعوت أحرنوت ذاتها قالت أن هنالك تواجد مكثف لشرطة الاحتلال للإسعاف الإسرائيلي للمخابرات الإسرائيلية في محيط المنزل الذي يتواجد فيه بنيامين نتنياهو، وبأن هنالك منزل كان قد أصيب بالفعل، وهنالك صدايا من هذه المسيرة كانت قد أصابت منزل آخر وشوارع أخرى. اللافت بأنه لم يتم تفعيل صفارات الإنذار لهذه المسيرة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول بأنه تم رصد 3 مسيرات أطلقت من جنوب لبنان نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة عند الحدود الشمالية، وبأنه تم رصد مسيرتين، ولكن المسيرة الثالثة استكملت وشقت طريقها حتى وصلت إلى قيصاريا. ومن الواضح بأن الهدف هو مقر إقامة نتنياهو لأنها كانت موجهة نحو قيصاريا، ويبدو أنها كانت تحلق على انخفاض أو على يعني في طريقة منخفضة، لذلك لم يتم اكتشافها من قبل الرادارات الإسرائيلية أو حتى رصدها من قبل منظومة الدفاع الجوية، لذلك تمكنت هذه المسيرة من مواصلة تغريقها، وكانت بعدها ضوت صفارات الإنذار على إثر وجود انفجارات. حتى أن التقديرات الإسرائيلية والبيانات الإسرائيلية لم تتحدث أن هذه الانفجارات هي ناجمة عن انفجار هذه المسيرة أو عن اعتراض المسيرة من قبل منظومة الدفاع الجوي، ولكن في المجمل نتحدث بأن كل التقديرات تشير إلى أن المنزل المستهدف هو منزل إقامة بنيامين نتنياهو الشخصي في قيصاريا. هذه المسيرة تمكنت من اجتياز الرادارات ومنظومات الدفاع الجوية وعلت على انخفاض ووصلت إلى مسارها، وكذلك الحال الإسعاف الإسرائيلي يؤكد بأنه حتى اللحظة لا إصابات في انفجار هذه المسيرة. شهود عيان من المستوطنين الذين كانوا يتواجدون في المنطقة قالوا بأنهم لم يستمعوا إلى صفارات الإنذار، ولكنهم كانوا قد استمعوا إلى أصوات انفجارات كبيرة، وكان قد ظهر في مقاطع فيديو طائرات حربية أباتشي إسرائيلية، ولربما كان هذا محاولة لملاحقة هذه المسيرة كما تقول بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية. عدا عن ذلك تم تفعيل صفارات الإنذار في شمال تل أبيب في جليلوت تحديدا، وهو مقر الموساد الإسرائيلي، وكان هنالك خشية من وصول المسيرة إلى هذه المنطقة، وهذه المرة وهذه ليست المرة الأولى التي يتم استهداف هذه المنطقة وتحديدا هذا المقر. الرقابة العسكرية الإسرائيلية فرضت حظر نشر على أي معلومات تتعلق بهذه الحادثة الأمنية، ويبدو بالفعل نستطيع قراءة ونستدل من كل هذه المؤشرات، سواء من تواجد مكثف لشرطة الاحتلال، المخابرات، الإسعاف، حظر النشر من الرقابة الإسرائيلية، ورفض مكتب رئاسة الوزراء من التعليق في وجود أو عدم وجود بنيامين نتنياهو، ومن ثم هذا المصدر الذي تحدث مع القناة 12 الإسرائيلية. يبدو من الواضح أن هذه الإصابة تكون أو هذا الاستهداف يكون إلى مقر إقامة بنيامين نتنياهو الشخصي في قيصاريا. كذلك الحال
نتحدث بأنه في ذات الوقت تم رصد مسيرتين اثنتين وتم اعتراضهما فوق خليج حيفا تحديدا، وكان هنالك أيضا سقوط 3 صواريخ في بحيرة طبرية لوحدها. وحسب البروتوكول المعمول فيه لا يتم تفعيل صفارات الإنذار إذا ما كانت تحلق هذه الطائرات المسيرة أو الصواريخ فوق منطقة البحر، لذلك لم تدوي صفارات الإنذار في حينها، بل كان قد استمع من تواجد هناك إلى إسقاطات صاروخية. وأنا أتحدث الآن صفارات الإنذار تدوي من جديد في مسقاف عام وفي مناطق كانت قد صنفتها وصنفها جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنها مناطق عسكرية مغلقة. كذلك الحال صفارات الإنذار كانت قد دوت في حيفا، في خليجها، في عكا، في نهاريا، ومن ثم في قيصاريا، ومن ثم في شمال تل أبيب في جليلوت تحديدا. يبدو أن هنالك تصعيد في وتيرة الاشتباكات وتوسيع نطاق الاشتباكات المعهودة منذ 8 أكتوبر. وفي هذه المسيرة في طبيعة الحال رسائل هامة جدا، مفادها أن هنالك قدرات عسكرية هامة ما زال حزب الله يمتلكها، على الرغم من الرواية الإسرائيلية التي تقول بأن هنالك إجهاز على القدرات الصاروخية والعسكرية وبأن هنالك هروب وانسحاب من قبل مقاتلي حزب الله. لذلك هذه المسيرة ونحن ننتظر في طبيعة الحال بيانات من قبل حزب الله تؤكد أن الهدف هو مقر إقامة بنيامين نتنياهو، لربما هذه تأتي ردا على عمليات الاغتيال المستمرة والتي كان آخرها استشهاد يحيى السنوار، وكذلك الحال لتأكيد وتحميل رسالة إلى الإسرائيليين بأن قدرات حزب الله قادرة على الوصول. ولربما هذا ما أعلنه حزب الله في أكثر من مرة وفي أكثر من بيان في اليومين السابقين بأنه انتقل وتحول من مرحلة الاشتباك، من مرحلة الدفاع والإسناد، إلى مرحلة الهجوم، والآن نتحدث عن عملية نوعية وهي محاولة اغتيال إذا ما تم تأكيد أن المقر المستهدف هو مقر إقامة بنيامين نتنياهو الشخصي. نعم دانا، على كل أحوال أشكرك جزيل الشكر على ما أفدتني به من معلومات. كنت معي من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية.